بالليل في الجنينة كنت بدور على فوسي. الله يقطع فوسي وسنين فوسي. الدنيا برد، اطلعي قدام. بابا وماما فين يا دادا؟ في المكتب. اقدر اخش ولا الاشارة حمراء؟ خضرة، سنة خضرة، عقبال 100 سنة يا بنتي. اطلعي فوق الرصيف يا دادا. حاضر. الحلاوه دي كلها يا مدموزيل سوسن، يا كتكوته يا اموره بابا. قولي لي اكلك منين؟ ده بتقول زي بتقول لي ماما يعني. يا عفريته سيبيني عليها يا سميره، انا لازم اكل البنت الحلوه دي. سيبك انت يا سي بابا، انت عايز تضحك عليا ليه؟ انا مش جبت لك كل اللي انت عايزاه في عيد ميلادك؟ الكادلك اللي انت جايه بيه ده مش طلبك؟ لا انا عايزه من هنا. كل الستات اللي في الدنيا صنف واحد. حاضر يا روح بابا، حاضر. الله اكبر. بس يا حبيبتي ده الستات الكبار مش الصغيرين. ما انا عارفه. ربنا يخليكي ليا يا روحي ويخلي لنا بابا. خلاص يا سميره، يهون عليكي تكتفي سوسن. نقيلك انت يا حلوه حاجه تانيه. بلاش انا. لا والله لا يمكن. بس لو ما كنتش تحلف انا هاخد دي على قدي عقبال ما نجيب لك في فرحك يا روحي. لا يا ماما، انا مش عايزه اتجوز، انا عايزه اقعد معاكم يا روحي. وش شربة اللبن ولا لا يا دادا؟ انا عارفاكي انت بتشربي اللبن بتاعها. نبي بقى يا سوسن، طول النهار يا بنتي تعبانين علشانك، هو انا ناقصني قطط؟ تعالي يلا يا بنتي خش. ايوه وانت من اهله يا حبيبتي. Thank you.
فتح المواشي. فتح ودانك على الاخر يا ويس. ايه ده؟ وجدتوها يا ابن الفصيح هنيك المفتاح على بر. وجب هنعمل ايه في البت دي؟ وقت نشوف لها حته مقطوعه نلقاها فيها. وبعدين بس يا ابو شفا هنقول ايه للمعلم؟ نقول له على اللي حصل. ما هو قدام عينيك اهو. ايوه لكن مش قدام عينيه هو. وما تنساش كمان يا حلو انه مستني لك غلطه زي دي. خلاص ناخد البت عشان تبقى الشهاده قدامه عيانا بيانا. يا سلام على مخك النور يا ابو شفا يا غويط. مار ما تتكلش يا وان ابدا. اطلع بينا يا اسطى جابر على المقر الدايم للهيئة. الحمد لله على السلامة. معلم فين؟ تحت في المحكمة. بيحاكم مين؟ عبد الله. راجع وايده فاضية. معلم هي بالاصول برضه، ناس تصدقوها وناس تكذبوها، وانا مش من رجالتك برضه. رجالتي جدعان مش نسوان، ما بياكلوش شطوره. انا مش مارة يا معلم. كده اهو والله عال، يعني يا واد بتعلي حسك زي اللي يكون معاه بطاقه شخصيه. عشان مظلوم بس. مسطول مش مظلوم، مش كفايه راجع لي ايد ورا وايد قدام؟ بدل ما تسرق تتول وتفوت طاقيتك في الشقه زي اللي بنفوت لهم كارت الزيارة، يعني بتقول لهم أنا هو فلان، ومادام عرفوا فلان عرفوا علان، وبقيت الطقم يا خفيف. وحياتك ما حصل يا معلم. وبدوي هتبلع عليك ليه؟ جوز أمك هرمة. اقف من عني يا معلم، دي أول وآخر مرة. المرة الجاية هدفنك بالحياة، خده من قدامي دلوقتي. يلا يلا. مرحبا أبو شيف. ميت مسا سبع ولا ضبط؟ والله يا معلم كنت ما فهمت امك فين انت كلمه هبيبه دي؟ اصل يا معلم يعني ضبط؟ وفين وزن؟ هو مع البيت. بيت مين؟
ما تجاهرجي صاحب الفيلا. مش شغل فيه المهبده دي. هو انا بعتك تسرق خزنه ولا بعتك تتاهل؟ قلمك يا معلم شحات. دي بنت مفعوصه دخلت علينا وهي بتدور على قطتها وفتحت عينيها لقيتنا قدامها، كانت هترقع بالصوت وتهيج علينا الدنيا. خرجنا بيها وطيران على هنا. طب صلي بقى على اللي مش هيشفع فيك. لا صلي انت على النبي وشوفها والميه تكدب الغطاه. يا وزه يا وزه تعيش وتخلف يا سويزة. حياتك يا معلمي. باين عليها بنت عز صحيح. بقت تجرب تمشي حوطها زيكم؟ لو ضع سر في اضعف خلقه يا معلمي. الاكاد انا لامم حواليا كل نطع ونطع يدور ساقيه. فتح لكم مخزن زي المدرسه. بعلم فيكم زي البهايم. بقريكم ولا الحيوانات. برسم لكم كل خطوة في أيها مشوار ولا حياة لمن تنادم. ولما بقفي منكم يطوب بصرف على اللي جاب أبوه. وآخر المتمة تضيعون الليلة بطيس ده نشرب من دمكم. مسامح كريمة يا معلم. مش فكرنا تغف. وانت يا شبر نكد روح شرب بنت الأكابر دي اللي انت سارح لي بيها في أيها الشارع. ياك حد يرجعها لأهلها. مش هرجعها انا يا معلم واخد الحلوان من ابوها. حلوان ايه يا شبر نكد؟ مش معقول ابوها يدفع اقل من ورقه بخمسه جنيه مطبقه. حلاوه رجوعها بالسلامه. طب استنى انا بس الهالك قرب عليا شويه. خد البك نايمها جوا يا بدر. حاضر يا معلم. حد شافكم وانتوا داخلين ولا خارجين؟ ابدا. ولا جوا البيت؟ ولا جوا البيت. ولا جوا البيت. يبقى توبة يا رجالة. خلاص احنا بقينا أغنياء وهنعيش زي بقية الناس الأشراف. أنت تمنت البنت بخمسة جنيه، مش كده؟ آه. لكن أبوها يتمنها بكام؟ قال له بمليون جنيه. يا سلام على تلافيف مخك المعمرة يا معلم. أمال يا واد نكلفها شيء الفلاني. أيوة يا معلم صحيح البيت ديتها كبيرة، لكن لو وقعنا يا حل هتبقى ديتنا احنا أكبر مؤبد. ومين قالك إننا هننكشف؟ ده احنا هنخفش بيها الأرض لغاية ما نقبض. حتى لو وقعنا هنبقى برضه ناس أشراف زي ما بيقول المعلم، وهنقول لهم فتشونا هي فين البنت دي. نوديها فين؟ عند عزك يا ريس الاسماعيليه. ما بيننا وبينها سفر. عند عزته خيريه برضه فكره. بدوي بدوي. ايوه يا معلم. جهز اللوري من مجاميعه، بنزين وزيت وصناديق فاضيه. حاضر يا ريس. ده حلفتها يا اخويا عشان تشوف خيريه. من زي ما حسيتكش. ليه؟ هو انا كنت برايل عليها زيك؟ طب اقفل اقفل. قفلنا. ما كفايه على النفر منا نشوفها بعين. عندك شوفها. بطلوا راخي بقى والتفتوا شغلكم. نقطة مرور جاية. جاهزين يا معلم، جاهزين.
هنا ما تسمعش صوت صريخ ابن يومين. وانت الصادق صريخ ابن ست سنين. مفيش حد يا معلم، لازم في الخمارة مع وليفه. يلا بينا على وليفه. يلا بينا. تيجي على البحر. ابعد عن الشر وغني. وانتي صادقه ورقصيلي. انتوا اتجوزتوا ولا لسه؟ ما دام ورانا الشكل دايما هيروق لي امتى؟ وهو فين؟ عايش. كده الورق وتبقى فارط يا حيل. ايه ده يا مفتح؟ يا كوتشينه كلها عيال؟ دي خالص فات تقولش بيه. يا رياض انت هتلبك معايا ولا ايه؟ انا مش كروديا، انا ما اتاكلش اوامطة. طب شيل ايدك بالك سارها. تساعد مين؟ ده فلوسي يا حدة. فلوسك لكن مش هتاخدها. ايه رايك؟ لا انت ولا الجن الاحمر كمان.
كفاية عليك تسرقه. صوتك ما يطلعش. لكن احنا ما اتفقناش على كده. انا جبته لك عشان تلعبه بس. انت الاكل الدم. خلصت خلاص. لا ما خلصناش. انا مانيش قاعدة معك بعد كده. متى اهل الخيرية. ولا يهمك. الاسطوانة بسمعها كل يوم. وكان لازمته ايه بس؟ ما هو طلامد. انت دايما خلقك في مناخيرك ودمك فاير على طول. اه انا كده يا معلم. ما بستحملش نفسي استحمل غيري. طب روق وخد ولاعتي. انا عايزك تروق كده وتسيبك من الشغل البايظ ده. لك شغلانة تستاهل عرقك صحيح مش الورق ب30 والواد ب10. دور اللور يا واد وهاته تحت الشباك. اشحنوا الرمة دي فيه وتوها في اي حتة. لكن ايه ده يا معلم؟ اسكت الكلام وشاهد اوام اعمل همة. ده مات يا معلم. اقلوا كده هنعمله ايه؟ وعمل ايه ده؟ اطلامك. لا عندك حق. طب افتح الشباك. احلف ابو شفه بس حاسب عليه اللي اتعور. الغالية وزنها قد ايه دي؟ قطقوطة بتاعت 6-7 سنين. وجايبينها لي علشان ايه؟ ارضعها. انت دلوقتي زي مخزنج السلخانة، البضاعة اللي مدفوع تمنها تخرج واللي ما يندفعش تمنها تخلص منها ترميها للكلاب. لا تعفن وريحتها تفوح وساعتها تجيب لك امراض وسجن وبلاوي. وديتها قد ايه دي؟ 1000 جنيه. هتاخد لك انت منهم 100 والباقي مصاريف واتعاب العمليه. يفتح الله راي الشحات. العمليه ما تستاهلش عراها. رجعها رجعها. ازاي الكلام ده؟ انت عايز تفهمني انه بنت الذهب والصيغة والالماس ديتها 1000 جنيه؟ طب حيلني عشان اكلها علشان اشربها. امال نطالبه بكام؟ اعمل لك ميزانية. انا شخصيا لازمني 3000. شوف انت والكوبانية الزامكم كام. ده على كده الراجل حيلمنا البنكنوت اللي في البلد كله. لا حده. انت تبعد عن البنكنوت وما تجيبش سيرته. لا يشيلوا النمر من على البنكنوت وينمروا لك بيهم الفانيلا في السجن. انت الطالب بذهب يتسيح والصيغه يصرفها لك العبد لله زي ما صرف لك الحتت الفرضاني قبل كده. يعني استبين. استناني. احنا لسه في اول السكه واللي اوله شر اخر نور. قلت ايه في ال3000؟ قلت كتير. الله. ما حدش قال ان البضاعه يدفع تلت ثمنها ارضيه. دي كلها حسبه يومين. حسبه يومين ابقى فيهم في وش المدفع. ولو انكشف الملعوب وقع الفاس في الراس تبقى البنت عندي. ولا انت شفتوها ولا تعرفوها مش كده؟ هديك 1500. 3 وعلى ايمانهم 3 اصفار. دي تاني مره كسر فيها كلامي يا عز. ما هي دي حاجه ما تحصلش الا مره في العمر يا ريس. ماشي كلامك. دول الجماعة. عملت ايه في الودع؟ بياخد حمام في مية النيل. زمانه دلوقتي في البحر الابيض المتوسط. حكيم الطيار شديد اول ليلة.
شوف بقى العملية دي عملية سقعة قوي، بس الغلطة فيها بتأبيدة خفيف. فتح عينيك كويس وخلي الريس حط على بالك. تسمع كلامي، انت اخويا تعصاه؟ معرفش اخويا. عارف يا ريس، البت دي تحطها في عينيك، انت عارف كويس الغالي تمنه فيه. يلا بينا رجالة. السلام عليكم. مش مالي انا اللي خلصتك من الحراميه وجبتك عندي هنا في البيت. لا انا عايزه اروح. الله، اسمع كلام امال. لا انا عايزه اروح عند ماما. طيب مش دلوقتي، الحراميه بره، ولو خرجنا هيموتوك يموتوني. بكره لما يروحوا هروحك على طول. جاب الرأي شحات. بضاعة؟ بضاعة ايه دي؟ ابوها جواهري ومرهونة على 10,000 جنيه. يعني يا شيخ حرام عليكم، انتوا ما تخافوش ربنا. بنخاف بس ما بنختشيش. واخرتها معاك يا عز، في الكباري عملت لك مصيبة ودلوقتي مصيبة اكبر. ذنبها ايه دي؟ جرايا خيرية. اشتري عمرك اللي انت مضيعه في الهم ده كله. حرام عليك تاخد بنت زي دي من حضن امها وتحرق قلب اهلها عليها. مين عارف عاملين ايه الغلابة دلوقتي؟ انا عارف حاجة واحدة بس، الشغلانة دي هتخليني ملك. هشتري بنصيبي 3 لواري واشغلهم لحسابي، واشغل عندي سواقين وابقى معلم، وساعتها يمكن ساعتها تبقى في السجن. ما تخافيش، طول ما المحروسة دي عايشة يبقى لازم يندفع ديتها. وان ما دفعش ساعتها يبقى دمها حلال. خلي في قلبك رحمة. ما تطوليش معايا خيرية، انت تنفذي اللي بقولك عليه وبس. خلينا لك انت الرحمة، البت دي محتاجة لدادة لغاية ما ندفع ديتها. دادة حنينة، كان نفسها في العيال من زمان. تعالي بقى استني شوية. هي جايالك جاهزة من عند ربنا، بت قطوطة حلوة متكلفة كمان. خش اعملي لك بروبة. بس اسمعي، هي عارفة ان الحرامية بره وانا اللي مخلصها منهم. اتفضلي يلا. ما تخافيش حبيبتي، انت زي بنتي تمام. طب وحياة بنتك وديني عند ماما.
انتوا من عادتكم تفوتوا الباب مفتوح؟ لا ابدا. قول لي يا سيد شوقي، انتوا زعلتوها بالليل ولا حد ضربها ولا حاجه؟ ده امبارح كان عيد ميلادها. سالتم كل جيرانكم ومعارفكم؟ ما خليناش حته ما سالناش فيها. سؤال تاني من فضلك، انتوا مالكمش اعداء؟ ما تشكش في حد يعني؟ لا ابدا. حاجه عجيبه، مفيش اثار عنف، مفيش حاجه ضايعه. يجوز هي اللي فتحت الباب وخرجت كده ولا كده؟ هي كانت لابسه ايه اخر مره؟ كانت لابسه قميص لونه مهلبان. مفيش صوره ليها؟ ايوه. احنا هنعمل مشرب اوصافها، وهنعيد تفتيش المنطقه المحيطه هنا، وهنتخذ احتياطاتنا لاي احتمال، ولازم نوصل لنتيجه ان شاء الله. من فضلك امضينا هنا. وارجوكم اذا وجدتوها قبلينا تبقوا تدونا خبر عشان نطمن. سلام عليكم. مع السلامه. دار امان يا معلم، الفراخ كلها في القفص. طب نلحقها بقى قبل ما تطير. استاذ شوكت؟ اه. صباح الخير. انا راجل على باب الله. سمعت بحكايه بنتك سوسن؟ لقيت سوسن؟ سوسن هي فين؟ استنى شويه. ايوه، ربنا اكرمني ولقيتها، وكل ما روقه ولها ثواب، وانت مش هتبخل علينا بثوابها. تعيش يا محترم. احنا محاسيب السياده، احنا مستعدين نجيلك لغايه عندك. نروح على طول. انا هديلك مكافاه كويسه. لا لا، مكافاه ايه؟ احنا مش بتوع مكافآت يا محترم، احنا ناس بنقدر كل حاجه بتمنها. وبنتك الله يطول في عمرها بقى تساوي 10,000 جنيه. قلت ايه؟ لكن 10,000 جنيه ده يبقى 10,000 جنيه. انت مين؟ دلوقتي ما قلت لك راجل على باب الله، انت هتقعد تلت وتعجن ليه؟ انت عاوز بنتك سليمه ولا واكلها الدود؟ حاضر حاضر، انا تحت امرك، كل طلباتكم انا هنفذها، بس ارحم البنت اللي ملهاش ذنب. تعجبني، مفيش احسن من العقل. الفلوس تتعوض لكن البنت ما تتعوضش. عندك يوم بليله تجهز نفسك فيهم. أنا مش هقول لك هاتهم نقدية، لا، أنا هاخدهم منك صيغة وذهب. أمال، على الأقل نبقى نفعناك. حاضر، بس أنا أضمن منين؟ من غير ما تضمن. آخر حاجة هقولها لك يا محترم، ما تدخلش تالت بناتنا. يوم البوليس ما يشم خبر، هخلي لك ضباط المباحث يمشوا في جنازتها. وانت وكيفك بقى، قدامك سكتين، سكة السلامة وسكة الندامة. فرفارة محترم. يا حلو يا حلو، والنبي اللي خلفتك ما جابت غيرك يا معلم. كلهم قالوا كده برضه. يا شوكة اتكلم، ما تسيبنيش كده. هقول ايه؟ اديهم اللي هم عايزين، بس ترجع لي سوسن. هدفع لهم طبعا، هدفع لهم. لو طلبوا عمري هديها بعمري. يا
خدي يا حبيبتي اشربي اللبن ده. لا مش عايزه. انت ما اكلتيش من امبارح؟ لا مش عايزه، انا عايزه اروح عند ماما. وبعدين بقى معاكي، انا مش قلت لك الحراميه بره ولو خرجت هيموتوكي؟ طول بالك يا نسك، عايزه اقول لك كلمه بودنك. نعم يا فين البيت؟ جوه. اعمل ايه؟ تعمل الكسف تقول عليه قدامك. لا والله عندها تكيت. مين؟ عزت غريب موجود؟ مين عاوز؟ بوليس. لا والله هو مش موجود دلوقتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هو هيرجع امتى؟ معرفش. هو مش حضرتك الست بتاعته؟ ايوه. طيب عال بقى، معاكي فلوس تدفعي له الغرامه؟ ايوه. كام؟ 25 قرش. متشكرين. استني بس، مش لازم تاخدي ايصال؟ ماليش لزوم، حد يخون الحكومه؟ لا يا ستي، الحكومه بتقول لازم اكتب لك ايصال. يا عسكري يا عسكري، خرجنا البيت لحسن الحرامية واقفين برا. عيب يا حبيبتي عيب. حرامية؟ حرامية ايه يا ستي؟ الحرامية اللي عايزين يمسكونا ومش قادرين نخرج منهم. ليه؟ هو انت عايزة تروحي فين؟ بيتنا. اصلا هي ايه الحكاية؟ اصلها بنت اخوات اخواتها عيانين وخايفين عليها تتعزل، لقيناها وهي نايمة، قلنا لها الحرامية واقفين برا عشان ما تخرجش، وزي ما انت شايف مفيش بقى غير روح والحرامية. كده؟ اتفضل يا ستي، الوصلة اهو. متشكرين. وانا هودي الورق ده وامسك الحرامية واخدك على طول، عشان بابا يقول عليكي بنت كويسة وتسمع الكلام. طب اوعى تغيب. على طول مسافة السكة يا حبيبتي. سعيدة يا ستي. تعالي حبيبتي عشان تشربي انت اللبن. لا انا هستنى لغاية ما العسكري. اسمعي الكلام، خلي نهارك يعدي على خير. بالراحة يا عز. راحة ايه؟ دي من شويه كانت هتوديني في الحديد. مش فاهمها هي بس عايزه. ياه، خديها وخشي جوه دلوقتي. انت مش عايزه تقعدي معانا ليه يا سوسه؟ لا انا عايزه اروح عند ماما. طب بكره الصبح اول ما تيجي العربيه هروحك على طول. لا انا عايزه اروح دلوقتي. انت صعبانه عليا قوي يا سوسه، لكن مفيش حاجه اقدر اعملها. أنا كان هيبقى لي بنت أمورة زيك، بس ما اتولدتش. كان أملي فيها، كنت هربيها زيك وأشيلها في رموش عناي، كنت هحبها وهي كمان كانت هتحبني، مش كده؟ تعيطي ليه؟ خدي يا حبيبتي اشربي اللبن ده عشان خاطري. يا ترى ده شباب بوسي اللبن بتاعها ولا لا؟ بوسي مين؟ بوسي القطه بتاعتي، اصل ازاي اتملي جيشها باللبن بتاعها وتسيبها جعانه؟ وحشتك القطه يا سوسن؟ زمانها بتدور عليا في كل حته. دم عزاز. صحتك؟ ولا اقول لك بصحه الثلاثه قال والثلاثه نور والتلاتة سواقين، وصحت أنا المعلم الجديد اللي قد الدنيا، صاحب الفورد والسكودا والإنترناش. ناش لها باخت وناش ملهاش. لو أبوكي ما دفعش الفلوس يبقى الرسم كله ضاع، يبقى عليا وعلى اعدائي يا رب. بيت انت بحليلي كده ليه؟ عايزه اخرج. يا سلام، بس كده؟ ده حتى هنا مفيش اكتر من الشرطه.
كونياك علشان تعدلي مخ. لا مش عايزه اشرب من ده، عايزه اشرب ميه. عايزه سك. اتفضلي. ايه ده؟ مش عايزه اشرب من دي، دي مطرح بق. بقي ده الكلام ده قوي. اتفضلي. عايزه كوبايه. لا يا شيخه، وانت فاكراني ايه؟ خد مالكش دعوه بابا، قليل الادب. قليل الادب يا اخي، صلوا على اهلك وشربوا. يا بابا اسكتي، كيف بدك تسحرنا؟ مالها؟ عملت لها ايه؟ دي عايزه تربيني شويه شويه، عاوزين اتوضى واصلي. ما تخافيش حبيبتي ما تخافيش. بص انا جبت لك ايه؟ شوفي. تعالي نخش جوه. قليل ادب يا قال. اه يا بنت الجواهرجي. ما تخليش ام حسني تشرب اللبن بتاعها.
طب سعيدة بقى. سعيدة يا ماما، عايزة أقول لك كلمة. نعم يا روحي. من فضلك سلفيني قرش صغوة مرة وهقبلهولك عشان ورق البوست. حاضر يعني. اكتبي العنوان: ماما بابا شوكت فيلا سوسن في الزمالك على البحر. حاضر حاضر، انا هكون عند حضرتك بعد 10 دقايق. شوكت، في ايه؟ مين ده؟ ده مفتش المباحث، انا هروح اقابله. كان عاوز ايه؟ معرفش. سمير خليك انت جنب التليفون، ما تتنقليش. ها، انا هروح اشوف الحكايه. شوكت استنى، اوعى يوقعوك. اوعى يا شوكت، انت ما تعرفش حاجه، ما فيش حاجه حصلت. تعرف لو عرفوا اي حاجه احنا مش هنجيب بنتنا ابدا. اوعى تغيب. حاضر. شوكت سليم. اتفضل يا استاذ شوكت. دقيقة واحدة هكون معاك. في حاجة؟ يا سيد شوكت، للأسف الشديد البحث اللي عملناه لغاية دلوقتي ما جابش أي نتيجة. احنا افترضنا كل الافتراضات. بحثنا في كل مكان، حتى المستشفيات والإسعاف، الهلال الأحمر وما أشبه، مفيش أصلا. مفيش أي تفسير لاختفاء بنتك. وبالتالي مفيش غير احتمال واحد بس يا سيد شوكت. احتمال واحد؟ إيه هو؟ بنتك اتخطفت. اتخطفت؟ مين قال لك؟ يعني اتخطفت فعلا؟ لا أبدا، ما حصلش. تعرفك إن ما حصلش؟ لأني أبوها ولازم أعرف. سيد شوكت، حد اتصل بيك وطلب منك فلوس؟ لا ما حصلش. حد هددك بقتل بنتك إذا بلغت البوليس؟ مفيش حاجة من دي حصلت أبدا. أكذب عليك ليه؟ تبقى بنتي في خطر وأكذب عليك؟ معقول ده؟ سيادتك لازم تصدقني. ولازم ليه؟ لأنه ما حصلش. شوف يا سيد شوكت، إحنا هنساعدك بكل قوتنا. بنتك هترجع لك سليمة إن شاء الله. بس لازم تقول لي، احكي لي على كل حاجة. سيادتك مش عايز تصدقني، البنت اختفت وجيت بلغتكم. هكذب عليكم ليه بعد كده؟ بالطريقة دي بتجني على روحك وعلى بنتك كمان. وللأسف بتجني على أبهات وأمهات تانيين ممكن يحصل لهم نفس اللي حصل لك ويستسلموا للمجرمين، وتكون النتيجة إنهم يتمادوا في إجرامهم، وإحنا عاجزين عن وقف طيارهم. علشان إيه؟ عشان مش عايزين تفهمونا، مش عايزين تساعدونا. ودلوقتي أقدر أستأذن؟ على راحتك، بس ما تنساش احنا موجودين هنا 24 ساعة في اليوم علشان نخدمك. مع السلامة يا استاذ شكر. مش هتروحيني بقى؟ مش دلوقتي يا حبيبتي، انا نازلة اشتري حاجة وراجعة على طول. امال امتى؟ بكرة يا حبيبتي. انتوا بتضحكوا علي كل يوم، تقولي لي بكره بكره، حتى انت كمان. ما تزعليش مني يا سوسن، اصل العربيه بتتصلح واول ما تخلص هروحك على طول. طب خديني معاك. لا يا حبيبتي، تعالي انت اسمعي الراديو دلوقتي وانا مش هغيب. يلا حبيبتي. جينا نهني، تعالوا اسمعوا حكاية ليلى مع الغول الكبير. الغول يا أطفال ضحك على ليلى، خدها وقال لها تعالي معايا أوديكي عند ماما، وكان كل شوية يبص لها عاوز ياكلها. تعرفوا ليلى عملت ايه يا أطفال؟ قالت أنا لازم أضحك على الغول زي ما ضحك عليا هو.
وفعلا ليلى خلت الغول دخل المطبخ عشان يجيب السكينة وراحت قافلة عليه بالمفتاح ورمت المفتاح في الشارع. وبعد الغول ما أخذ السكينة ورجع يفتح الباب لقى مقفول. الباب مقفول، حاجة غريبة. الشرر طلع من عين الغول وهاج وبقى زي المجنون وحاول بكل قوته انه يكسر الباب. ليلى خايفة منه ومن منظره. انت بتقلبها يا ابني، منظره مخيف. بقولك افتحها يا فندم. لا انت بتضحك عليا زي الفل. الله يخرب بيتك وبيت اللي علمك كمان. تعرفي يا بنت لو ما فتحتيش هطير عشتك. مش هتعرف تخرج، انا معايا المفتاح، هديه للعسكري واقول له على كل حاجه. هو هتهوي من ناحيه الباب؟ انا بقولك لا هخرج كده. ايوه طب سامسونج، هاتي لي سجاره مع طرابيزه هناك. لا انا هجيب لك العسكري. سردر سردر. ترى انت فين دلوقتي يا زوجة؟ انا عارف انك زعلانة مني، لكن والله لو لقيتك لوديكي بنفسي لغاية البيت علشان اطمن عليكي، علشان الحرامية ما امسكوكيش. والله دي اخر مرة هكذب عليك. يا رب ترجعي بقى يا زوجة، وبكرة اول حاجة هعملها هروحك. لا انت بتضحك عليا زي كل مرة. لا والله، وحياة سيدي المنصور اللي عمري ما احلم بيه باطل. مين جدك المنصورة ده؟ المنصوري؟ هو في حد في الدنيا ما يعرف سيدي المنصوري؟ ده سره باتح. بس هو هتلحق بيه جدي عشان يوديك النار. وانا اقدر. عايزة اقول لك كلمة. قولي. مش انت كنت صغير؟ يعني اتولدت كده. مش كان عندك بابا وماما؟ ولازمتها ايه الرواية دي؟ مش لو كانوا خدوك من مامتك مش كنت عيط؟ وبعدين بقى؟ مامتك مش كانت موتت الانسان من العياط؟ انا عملت لك حاجة؟ انا زعلت لك في حاجة؟ امال ليه مش راضي توديني عند بابا وماما؟ خلاص بكرة هوديكي. وحياة سيدي المنصوري. وحياة سيدي المنصوري. انا مصدقك المرة دي يا عز. يا رب تروح الجنة. ايوه ايوه يا معلم شحات، عملتوا ايه؟ ايه لسه ازاي؟ جرى ايه يا عز؟ هو احنا بنشتري علبة سجاير ولا ايه؟ دي حكاية عاوزة معنانة مش لهواجة. لا شوفوا لكم طريقة، البضاعة اللي هنا مركباني مليون عفريت.
معدني على نار. ما هو ما فيش حلاوه من غير نار. الطبخه دلوقتي على النار. هتصل بصاحبها يا يشيلها يا نحرقها له اهو كده. والليله ان شاء الله هكون عندك. عليكم السلام. حرام عليك نفسك يا سمير. حرام عليها نفسي ومش حرام فراق بنتي. انا قلبي عليك. اللي انت بتعمليه ده مش هيرجعها. ده انت عينك ما بتغفلش. تغفل ازاي وبنتي بعيد عني؟ في ايديك ما مش ما بترحمش. مين عارف جرالها ايه؟ بتاكل ولا مجوع عينها؟ ومش بعيد يكونوا بيضربوها ويعذبوها. المهم انها عايشه وهترجع لنا. ازاي بس يا شوكت؟ ازاي تضمن؟ دول همهم كل الفديه، وده احنا مجهزينها. ارحمي نفسك، اطلع ارتاح، نامي لك شوي. انهم تقدر انت تنام؟ انت بتضحك عليا ولا على نفسك؟ الو، ايوه انا شوكة. مش انت اللي عامل مكافأة اللي يديك معلومات عن بنتك؟ ايوه انا عندي معلومات. معلومات؟ عن سوسن بنتي؟ انت شفتيها؟ هي فين؟ انا شفتها وعرفتها من الصورة. عند ناس معرفهمش. انا مرضتش ابلغ البوليس وقلت لما اضمن مكافئتي الاول. طبعا طبعا، بس عند مين؟ ما تعرفيش؟ عارفه العنوان بس؟ لا لا كده احسن. انا حضرت لهم كل طلباتهم. احسن يعملوا حاجه في البنت. انا هستناك بعد ربع ساعه في كازينو الجبلاية، بس ما تغيبش عشان انا قاعده لوحدي. حاضر. هيجي يقابلني بعد ربع ساعة في كازينو الجبلاية. عفارم عليكي. وهتروحي له؟ أروح له؟ عيب يا معلم، ده أنا من رجالتك. طب روحي أنت بقى، مع السلامة. حاضر. يلا يا أبو شفا. حاجة جاهزة؟ كله جاهز يا معلم. يعني كرتون؟ كلوه، والبوليس اللي مراقبه طلع وراه. حلو قوي. يلا يا اولاد شوفوا شغلكم قبل ما يوصلوا الكازينو ويكشفوا الملعوب، تكونوا خلصتوا من المسألة. Thank you.
ولا كلمة لأخد عمرك. فين الأمانة؟ أمانة إيه؟ بيت بنتك. سوسن هي فين؟ تاني خالص ارجعلك بعد ما أوصل الأمانة. فين؟ طيب؟ في الدولاب. على بنتك اوعي تفتحي بقك ولا تتحركي من هنا. حاضر. فاهمه؟ يا كنوز سليمان دي حاجه تهوز. بتاعت نص مليون جنيه. عشان تعرفوا امتى عملت حساب كل حاجه بالثانيه، رسمها بالمسطره يا حلال العقد يا علي بابا. رسمتها زي الرمل، عملت عليهم كماشه وعينك ما تشوفش الا النور، كلها خطوتين ويبقى عند الصراف. تخش تنامي بقى. جاي لي نوم. تعالى للنادي. عشان بكرة ما اروح لماما، ماما هتزعل مني. ليه بقى؟ عشان هدومي اتوسخ. طب وفيها ايه؟ ما عندكش حاجة البس على ما تغسل لي القميص ده. ايه؟ انا اغسلك القميص؟ طب ما تزعل عشان ما طنط خيرية تبقى تيجي تبقى تغسلهولي. طنط خيرية؟ ايوه يا زلمة. الصغير يقول لك كبير يا طنط، وانا لازم اقول لك انت يا اونك العزت. اونك العزت؟ ايوه. طب لما هو مدورك على حاجه تلبسيها. اشتغل مرضاة على اخر الزمن يا طنط خيرية. بحليلي كده ليه؟ اول مرة تشوفيني؟ ايوه اول مرة اشوفك. القصة فنك العزة.
المعلمين. يعني سهران يا ابو العز. كنت برد على المحروسه. خلصنا ولا لسه؟ امال شحات ما يقعش على حاجه هايفه ابدا. بص بعينيك. ايه اصيله بقى ولا غريبه قوي. ايه في ايه؟ ما تنفع. صبرك بالله يا معلم، خلينا اشوف شغلي. النبي لو كان خمنا ابن المصطيه ده لابعت له راس البت في صندوق وجدتها في صندوق. البضاعه اصيله واخر حلاوه. امال بتقول غريب عليه؟ على البني ادم اللي بيضحي بالمال ده كله علشان بنت مبعوصه زي دي. ده انا اقدر اخلف كل يوم بنت. انما دول عايزين عمر تاني يا ريس. المهم احنا عملنا اللي علينا والباقي على الله وعليك. همتك بقى يا ابو العز، خلينا نفرفش ونهيص. جالك الفرج يا وزه، هتبطل شعبات عشان. فشر ده كان زمان يا حلو، انما وشرفك بعد كده ما هركب الا الترولي بس. ما تشوف لنا حاجة يا عزة، ولا يعني القعدة هتفضل قرديحة كده. عناية وهات لنا شوية زيتون أخضر وحتتين بسطرمة. وسعوا يا جدعان وسعوا. حسبوها يا رجالة. يا أرض احفظي ما عليك. سقفولها بواحدة. أوي عناية مش هترقص. هرقص يا عزة عشان خاطر سوسة. رجع بسلامة بكرة الأهلة. آدم السعد، أهلا بالفرخة اللي بلت لنا ذهب. أنجل عادت هم دول الحرامية، أنت دخلتهم هنا ليه؟ ما خلاص اتعدلت. هاتي إيدك أبوسها. لا، أنت الحرامي اللي غدني وحطيتني جوا السبت. سيبك يا شيخة من أبو شفة وخليكي مع أنكل وزة. إحنا من سن بعض يا أمور. مش هما دول يا سوسن؟ لا، هو الراجل ده والوزه اللي معاه، وكمان ده عقد ماما. سيب العقد يا بنت. وانت مالك يا حرامي؟ ونبي قول للبابا عليك، طلعهم بره يا انكي العزه. وحياتك عندي، وحياتي ده في المنصوره. خيريه، خد البنت وخش جوه. البنت دي لازم تموت. ازاي الكلام ده؟ ما هي تموت هي نموت احنا يا سعز. ده كلام ايه يا معلم؟ دي حلوات عيال اللي انت شايفها دي. ما هو ما يعملهاش غير العيال. البنت مش طالع من مخها صوره وزه وبشفها من يوم ما خطفوها. يبقى مش ناقص الا البوليس يفرجها صورنا اللي بتعلقها في المحافظه، وساعتها يلمونا كلنا بوكس واحد. بس يا معلم اصل انا ما اقدرش انفذ حكم الاعدام في روحي وفي رجالتي. وانت كمان ما انت واقع في المحظور. انكر عزت وطنط الخيريه
وسيد المنصوري يبقى ناقص ايه من اوصافك ومطرحك؟ هو في سيد المنصور اللي هنا؟ انا لازم امن ظهري، ما اقدرش ان بنت صغيرة زي ديت بكلمة واحدة تطلع من بقها تودينا كلنا في داهية. احنا هنتفسح وهنروح. لا ماليش دعوه. تعالي بلا تدور. هذا سيب البنت. بابا 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 بابا. الهداوه بمخ ظلم. هي دي حكايه، عايزه هداوه يا ريس. تروحي معايا انا. وجايزه واللي بعد ما سيبنيش معاهم. سيب البنت يا ابو شفه. تريح يا تويها قبل ما تتوينا يا عزة، وخليني على بالك تعمل زي اتغذابك قبل ما تتعشاني. طمن يا ريس. تعيش يا عزة، ربنا دايما يقدرك على فعل الخير. طب خشي نامي دلوقتي. صحيح.
حالي. قومي حضرينا الفطار. سوسن قومي علشان نفطر. بعدين اشربي. لا انا استنى لغايه ما افطر معاك. مفيش دعوه بينا، اشربي اللبن خلصيني. انا هخش اجيب طنط خيريه لما ارجع تكون شربت اللبن، فاهمة؟ مش مخ الريس. والله طيب. بس المرة الجاية مش طيب. علشان حياتنا بقت في كفة وهي في الكفة التانية. يا انا اموت يا هي تموت. اختاري مين؟ انا هاخدها يا هسه. محدش هيعرف طريقها ابدا. وما يبقاش في خوف مني، بس تعيش. بس انتي مش عارفة شحات رجالته. ده انتي لو رحتي سبع ارض هيجيبوكي. وقتها هنروح في الرجلين. مش دي اللي تخاف منها يا هسه. ارحمنا. اعتقل وجه الله تعالى. ابوس رجليك. انا مستحيل اسيبك تمس البنت دي. عشان تموتها هي لازم تموتني انا. سامع يا هزه؟ سامع؟ كفايه كفايه خيريه. خشي البس هدومك. هنوصل البنت انا وانت مصر. صحيح يا هزه، صحيح.
يلا ما رب المغاير رأيي. طيب حالا دي أوعد. خلاص يا سوسن حتروح عند ماما وبابا. تعمليني كم ممال؟ حالا دي أوعد. يلا يا سوسن روحي اغسلي وشك علشان ماما تنبسط منك لما تكون نظيفة. يلا. هننزل نطلع العربية من الجراج علشان نضحك عليها. تعال. تعالي يا سوسة. وقفت ليه؟ شايفة الصفيحة اللي هناك دي؟ أي روح هاتيها عشان نحط فيها مية العربية. حاضر. لازم خدمة يا اسطى. كتر ألف خيرك يا اسطى، متشكر. مش عايز الصفيحة؟ بلاش الحتة دي، هنروح حتة تانية. استنيني هنا شوي. هنجيب المايه من تحت. انا خايفه. ما تخافيش. لا انا بخاف من الضلمه.
ممكن عندك. ايه انتوا نايمين على ودانكم؟ اول البيع في حياتك برضو الستر احسن. امال فين العشماوي؟ معرفش هو هيروح فين؟ نستناه لما يرجع من الخارجة. الله عليه الصابرين. لو كنت انت سريع تعرف ان احنا فين؟ انت جوعتي يا سوسن؟ لا، اكلنا في رمضان. انت بتصومي؟ لغاية الظهر بس. سوسن، تعالي قلعيني جاكيتة دي. ما تخافيش يا سوسن، ما تخافيش، انت هتعيشي غصب عننا كلنا. احنا هنستنى لغاية امتى يا ريس؟ دي حكاية نخوي، ما تقولي لنا راح فين؟ سيبها يا ابو شفا. يا ريس الواحد مش عارف راسه من رجليه. لا احنا ضامنين موت البيت ولا احنا طالبين فلوس. وهي سبها ايه؟ ما يمكن عاملينها شركه هما الاثنين. كف من بقك يا شيخ، دي خيريه تحب الدنيا زي عينيها. يعني هنبات هنا؟ يلا بينا، اللي كان ضامن من هنا. هنفوت تاني، يا تجيب لنا خبر عنه يا نجيب لك احنا خبر. ساسا قومي باينه الظهر. صباح النور يا حبيبتي. زي ما هي. بس لو كانت خيرية معانا. وهي هتعرف منين؟ وهنعمل ايه دلوقتي؟ اسمعي يا سوسن، تعرفي ترجعي لوحدك لبابا وماما؟ لا ما اعرفش.
انا اقول لك تعملي ايه. تروحي للشارع اللي بتفوت منه العربيات، تشاوري لاي عربيه فايته، تقولي للسواق يوصلك لكشك المرور، هناك هتلاقي عسكري، تقولي له انت مين وهو هيوصلك لاهلك. جلعت انت تقدر تيجي معاي؟ ازاي؟ انا ما اقدرش اشيلك، لكن انت تقدر تستند علي، انا مش هقع. مالكيش دعوه بيا. لا انا هستناك لغايه اما تخلي. لا انت هتمشي دلوقتي حالا، اما مشيتيش هيجوا الحراميه وبعدين هيموتوكي. واسيبك لوحدك كده؟ اسمع الكلام يا سوس، انا عاوز منك حاجه واحده، ما تجيبيش سيرتي لحد ابدا، تنسي انك شفتيني وتنسي حتى اسمي. اذا كنت بتحبي انكل عزت اعملي اللي بقولك عليه. وانت هتعمل ايه؟ مش عاوز اسمع كلام ليه؟ اسمع كلام انا اضربك، انا اضربك. امشي امشي من هنا، امشي تعال، لو رجعت هموتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه اللي ده ماكل رميات؟ كنت بفرج البنت على المعسكر، ما كنتش عارف ان الارض مهويه، بقيت زي ما انت شايف كده. هي رجلك فيها حاجه؟ اه الظاهر كده. ما تقدرش تدوس عليها؟ لا ابدا. اجيب لك الاسعاف؟ لا متشكر. قول لي يا اسطى، ممكن تعمل لي معروف وحياتك؟ رقبتي. انت رايح الاسماعيليه؟ دي سكتي. طيب وحياتك يا اسطى، انا هكتب جواب توديه للست بتاعتي، اسمها خيرية، هي هتعرف تتصرف. حاضر. هتلاقيها في شارع المحطة نمرة 8. أيوة. بس وحياتك تديها ده بالسر، ما تخليش حد من قرايبها يشوفك لحسن أنا بتخانق معاهم شوية. من عناية. وحياتك يا أسطى ما تغيبش عليا وأنا هبديك عرقك. ما تخافش، إحنا نحب نخدم الرجالة. الله يخليك. وحياتك يا أسطى، ألاقيش عندك شط مية في العربية؟ عندي يا أخ. اجيب الميه مع واجي. طيب يا حبيبتي روحي سبسي. مساء الخير يا ست. مساء النور. اتفضل. هما فين؟ البيت معاه؟ ايوه معاه. صحيح. انا سبتها صاحيه، هم عند المعسكر القديم. طب ما تخافيش انا هوصلك، بس شاهين. كتر خيرك، دقيقه واحده. اتفضلي. كتر انت خيرك يا اسطى. اتفضل يا راجل. خلى اتفضل. ايه احنا كفايه تعبناك يا اسطى. لا عيب، مش عايز خدمه تاني؟ لا الف شكر. سلام عليكم. في ايه؟ حصل حاجه؟ سليمه الحمد لله. خرجك مش مهم، المهم دلوقتي ان احنا نسيب الحته دي قبل ما الجماعه يعطروا فينا. دول يقعدوا لي طول النهار في البيت وحالفين يجيبوا خبرك. علشان البنت؟ عشان البنت وعشان الفلوس. اسمع خيريه، احنا لازم نرجع سوسن لاهلها، انا حبيتها خلاص، دي انقذت حياتي. تتصوري انه قلبها ما توحش تسيبني غير لما تيجي انت؟ انا كنت حاسب قلبك يا عز. وانت؟ انت استحملتيني كتير يا خيري. انا ما كنتش عارف اعمل ايه، ما كنتش شايف، كان متهيالي. بس يا عز ما تحملش هم، انا معاك على طول. انا اللي اتولدت من جديد، سوسن رجعت لي للدنيا تاني. خلاص يا سوسن، هنرجعك لغايه باب البيت.
بروحنا. وعلشان اضمن وصولها اول هام ابعد عن سكه البوليس، وتاني هام نبعد عن سكه شحات والزباين بتوعه. على عيني يا سوسه، هروحك على عيني، بس اوعي تقولي لبابا وماما حاجه عشان خاطري. حاضر. يلا بينا. مستعجل ليه يا فتوت المحافظة؟ ولا حركة يا محترم. بقى كده يا سبع البرومبة، أراعيك إيراد تلهفني 24، بقى عايز ترجع البنت وتشفط البضاعة، بتغدر بشحات، طب أديك لحطوله الشنطة ولا البنت ولا روحك كمان. فين البضاعة يا واد؟ البضاعة؟ البضاعة مش هنا. أمال فين؟ اتفرج انطلق. البضاعة اديتها فين؟ بتوجعك يا فرعون؟ أما نخلص من البنت الأول وبعدين نسوي حسابنا معاها. إيه؟ أنت اتبنيتها؟ هعد لغاية 10، إن ما كنتش تقول فين البضاعة هفرغ فيها الرصاص. واحد، اتنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. أنا هدلك على كل حاجة، بس ليا شرط واحد. أنت ما تشرطش. وأنا مش هتكلم إلا إذا سمعتوني. قول. جيبوا البنت الحالة وأنا أقول لكم البضاعة فين. فيتو، البنت هتموت وهتفنها معاك. إذا جرى البنت أي حاجة أنا مش هنطق بجنس كلمة. أنت البضاعة هنا في المعسكر. فين؟ دفنتها أنا بإيدي جنب الباب الشرقي. ما خسرناش حاجة برضه. هاتوا يا رجالة يدلنا بنفسه. خلينا أرقصك. مش قادر امشي، مش قادر يا معلم، كلها خطوتين عند باب المخزن اللي هناك ده. خليك هنا يا ابو شفه لغايه ما نرجع له. يلا بينا يا رجاله. تعالى خليك هنا. Thank you.
مع السلامة حبيبتي. خلي بالك من نفسك يا أم جلال. سوسن بابا وحشني يا بابا اكتب 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 انجل عزت ملكي انجل عزت قال ان البضاعة يدفع تلت ثمنها ارضية دي كلها حسبة يومين حسبة يومين ابقى فيهم في وش المدفع ولو انكشف الملعوب وقع الفاس في الراس تبقى البنت عندي ولا انتوا شفتوها ولا تعرفوها مش كده هديك الف ونص ثلاثة وعلى ايمانهم ثلاث اصفار دي تاني مرة كسر فيها كلامي يا عز ما هي دي حاجة ما تحصلش الا مرة في العمر يا ريس ماشي كلامك دول الجماعة عملت ايه في الودع بياخد حمام في مية النيل زمانه دلوقتي في البحر الابيض المتوسط حكيم الطيار شديد اول ليله شوف بقى العمليه دي عمليه سقعه قوي بس الغلطه فيها بتأبيده خفيف فتح عينيك كويس وخلي الريس حط على بالك تسمع كلامي ايه انت اخويا تعصاه معرفش اخويا عارف يا ريس البت دي تحطها في عينيك انت عارف كويس الغالي تمنه فيه يلا بينا رجاله السلام عليكم مالي انا اللي خلصتك من الحراميه وجبتك عندي هنا في البيت لا انا عايزه اروح الله اسمع كلام امال لا انا عايزه اروح عند ماما طيب مش دلوقتي الحراميه بره ولو خرجنا هيموتوك يموتوني بكره لما يروحوا هروحك على طول مين؟
يعني؟ البضاعة اللي جابها الراي الشحات. بضاعة؟ بضاعة ايه دي؟ ابوها جواهري ومرهونة على 10,000 جنيه. يعني يا شيخ حرام عليكم، انتوا ما تخافوش ربنا. بنخاف بس ما بنختشيش. واخرتها معاك يا عز، في الكباري عملت لك مصيبه ودلوقتي مصيبه اكبر، ذنبها ايه دي؟ جرايه خيريه. اشتري عمرك اللي انت مضيعه في الهم ده كله. حرام عليك تاخد بنت زي دي من حضن امها وتحرق قلب اهلها عليها. مين عارف عاملين ايه الغلابه دلوقتي؟ انا عارف حاجه واحده بس، الشغلانه دي هتخليني ملك. هشتري بنصيبي 3 لواري واشغلهم لحسابي، واشغل عندي سواقين وابقى معلم، وساعتها يمكن ساعتها تبقى في السجن. ما تخافيش، طول ما المحروسه دي عايشه يبقى لازم يندفع ديتها. وان ما دفعش ساعتها يبقى دمها حلال. خلي في قلبك رحمه. ما تطوليش معايا خيريه، انت تنفذي اللي بقولك عليه وبس. خلينا لك انت الرحمه، البت دي محتاجه لداده لغايه ما ندفع ديتها. ده حنينة، كان نفسها في العيال من زمان. تعالي بقى استني شوية. هي جايالك جاهزة من عند ربنا، بنت قطوطة حلوة متكلفة كمان. خشي اعملي لك بروبة. بس اسمعي، هي عارفة ان الحرامية بره وانا اللي مخلصها منهم. اتفضلي يلا. انت زي بنتي تمام. طب وحياه بنتك وديني عند ماما. انتوا من عادتكم تفوتوا الباب مفتوح؟ لا ابدا. قول لي يا سيد شوقي، انتوا زعلتوها بالليل ولا حد ضربها ولا حاجه؟ ده امبارح كان عيد ميلادها. سالتم كل جيرانكم ومعارفكم؟ ما خليناش حته ما سالناش فيها. سؤال تاني من فضلك، انتوا مالكمش اعداء؟ ما تشكش في حد يعني؟ لا ابدا. حاجه عجيبه، مفيش اثار عنف، مفيش حاجة ضايعة. يجوز هي اللي فتحت الباب وخرجت كده ولا كده. هي كانت لابسة ايه اخر مرة؟ كانت لابسة قميص لون مهلبني. مفيش صورة ليها؟ ايوه. احنا هنعمل مشرب اوصافها، وهنعيد تفتيش المنطقة المحيطة هنا، وهنتخذ احتياطاتنا لأي احتمال، ولازم نوصل لنتيجة ان شاء الله. من فضلك امضينا هنا. وأرجوكم إذا وجدتوها قبلينا تبقوا تدونا خبر عشان نطمن. سلام عليكم. مع السلامة. دار امان يا معلم، الفراخ كلها في القفص. طب نلحقها بقى قبل ما تطير. استاذ شوكت؟ اه. صباح الخير. انا راجل على باب الله. سمعت بحكاية بنتك سوسن؟ لقيت سوسن؟ سوسن هي فين؟ استنى شوية. ايوه، ربنا اكرمني ولقيتها، وكل مروقة ولها ثواب، وانت مش هتبخل علينا بثوابها. تعيش يا محترم. احنا محاسيب السيادة، احنا مستعدين نجيلك لغاية عندك. نروح على طول. انا هديلك مكافأة كويسة. لا مكافأة ايه؟
احنا مش بتوع مكافآت يا محترم، احنا ناس بنقدر كل حاجة بتمنها، وبنتك الله يطول في عمرها بقى تساوي 10,000 جنيه. قلت ايه؟ لكن 10,000 جنيه ده يبقى 10,000 جنيه. انت مين؟ ايه دي؟ ما قلت لك راجل على باب الله، انت هتقعد تلت وتعجن ليه؟ انت عاوز بنتك سليمة ولا واكلها الدود؟ حاضر حاضر، انا تحت امرك، كل طلباتكم انا هنفذها، بس ارحم البنت اللي ملهاش ذنب. تعجبني، مفيش احسن من العقل. الفلوس تتعوض لكن البنت ما تتعوضش. عندك يوم بليلة تجهز نفسك فيهم. انا مش هقولك هاتهم نقدية، لا، انا هاخدهم منك صيغة وذهب. امال على الاقل نبقى نفعناك. حاضر، بس انا اضمن منين؟ من غير ما تضمن. اخر حاجة هقولها لك يا محترم، ما تدخلش تالت بناتنا. يوم البوليس ما يشم خبر هخلي لك ظباط المباحث يمشوا في جنازتها. وانت وكيفك بقى، قدامك سكتين، سكة السلامة وسكة الندامة. فرفارة محترم. يا حلو يا حلو، والنبي اللي خلفتك ما جابت غيرك يا معلم. كلهم قالوا كده برضه. يا شوكت اتكلم، ما تسيبنيش كده. هقول ايه؟ اديهم اللي هم عايزين، بس ترجع لي سوسن. هدفع لهم طبعا، هدفع لهم. لو طلبوا عمري هديها بعمري. خدي يا حبيبتي اشربي اللبن ده. لا مش عايزه. انت ما اكلتيش من امبارح؟ لا مش عايزه، انا عايزه اروح عند ماما. وبعدين بقى معاكي، انا مش قلت لك الحراميه بره ولو خرجت هيموتوكي؟ طول بالك يا ستي، عايزه اقول لك كلمه بودك. نعم يا فين البيت؟ جوه. تعمل ايه؟ تعمل الكسف تقول عليه قدامك. لا والله عندها تكيت. مين؟ عزة غريب موجود؟ مين عاوز؟ بوليس. لا والله هو مش موجود دلوقتي. مش دلوقتي يا حبيبتي، انا نازله اشتري حاجه وراجعه على طول. امال امتى؟ بكره يا حبيبتي. انتوا بتضحكوا علي كل يوم، تقولي لي بكره بكره، حتى انت كمان. ما تزعليش مني يا سوسن، اصل العربيه بتتصلح واول ما تخلص هروحك على طول. طب خديني معاك. لا يا حبيبتي، تعالي انت اسمعي الراديو دلوقتي وانا مش هغيب. يلا حبيبتي. يا مصطفى جينا نهني، تعالوا اسمعوا حكاية ليلى مع الغول الكبير. الغول يا أطفال ضحك على ليلى، خدها وقال لها تعالي معايا وديكي عند ماما، وكان كل شوية يبص لها عاوز ياكلها. تعرفوا ليلى عملت ايه يا أطفال؟ قالت أنا لازم أضحك على الغول زي ما ضحك عليا هو. وفعلا ليلى خلت الغول دخل المطبخ عشان يجيب السكينة، وراحت قافلة عليه بالمفتاح ورمت المفتاح في الشارع. وبعد الغول ما أخد السكينة ورجع يفتح الباب لقى مقفول. الباب مقفول،
حاجة غريبة، الشرر طلع من عينيه يقول وهاج وبقى زي المجنون وحاول قوته انه يكسر الباب، الا خايفة منه ومن منظره. انت بتقلل العباسة يا بتاعي! اي منظر مخيف. بقولك بتاعي استنى! لا انت بتضحك عليا زي حمرا حمرا وصوته الله يخرب بيتك وبيت اللي علمك كمان! تعرفي يا بنت لو ما فتحتيش هطير عشتك! مش هتعرف تخرج، انا معايا المفتاح هديه للعسكري واقول له على كل حاجة. هو تهوي من ناحية الباب انا بقولك. لا هخرج. كده؟ ايوه. طب سمسم هاتيلي سجارة مع طرابيزة هناك. لا انا هجيب لك العسكري. سرسر سرسر ترى انت فين دلوقتي يا زوجة؟ انا عارف انك زعلانة مني، لكن والله لو لقيتك لوديكي بنفسي لغاية البيت علشان اطمن عليكي، علشان الحرامية ما امسكوكيش. والله دي اخر مرة هكذب عليك. يا رب ترجعي بقى يا زوجة، وبكرة اول حاجة هعملها هروحك. لا انت بتضحك عليا زي كل مرة. لا والله وحياة سيدي المنصور اللي عمري ما احلف بيه باطل. مين جدك المنصورة ده؟ المنصوري هو في حد في الدنيا ما يعرف سيدي المنصوري؟ ده سره باتح. بس هو هتلحف بيك ازاي عشان يوديك النار؟ وانا اقدر. عايزة أقول لك كلمة. قولي. مش أنت كنت صغير؟ يعني اتولدت كده. مش كان عندك بابا وماما؟ ولازمتها إيه الرواية دي؟ مش لو كانوا خدوك من مامتك مش كنت عيط؟ وبعدين بقى؟ مامتك مش كانت موتة الإنسان من العياط؟ أنا عملت لك حاجة؟ أنا زعلت لك في حاجة؟ أمال ليه مش راضي توديني عند بابا وماما؟ خلاص بكرة أوديكي. وحياة سيدك المنصوري؟ وحياة سيدي المنصوري. أنا مصدقك المرة دي يا عز. يا رب تروح الجنة. ايوه ايوه يا معلم شحات. عملتوا ايه؟ ايه لسه ازاي؟ جرى ايه يا عز؟ هو احنا بنشتري علبة سجاير ولا ايه؟ دي حكاية عاوزة معنانة مش لهواجة. لا شوفوا لكم طريقة، البضاعة اللي هنا مركباني مليون عفريت. معدني على نار. ما هو ما فيش حلاوة من غير نار. الطبخة دلوقتي على النار. هتصل بصاحبها يا يشيلها يا نحرقها له اهو كده. والليله ان شاء الله هكون عندك. عليكم السلام.
حرام عليك نفسك يا سمير. أحرم عليها نفسي ومش حرام فراق بنتي. أنا قلبي عليك. اللي أنت بتعمليه ده مش هيرجعها. ده أنت عينك ما بتغفلش. تغفل إزاي وبنتي بعيد عني؟ في إيدين مش ما بترحمش. مين عارف جرالها إيه؟ بتاكل ولا مجوع عينها؟ ومش بعيد يكونوا بيضربوها ويعذبوها. المهم إنها عايشة وهترجع لنا. إزاي بس يا شوكت؟ إزاي تضمن؟ دول همهم كله الفدية، وده إحنا مجهزينها. ارحمي نفسك. اطلع ارتاح. نامي لك شوية. أنهم، تقدر أنت تنام؟ أنت بتضحك عليها ولا على نفسك؟ الو ايوه انا شوكت. مش انت اللي عامل مكافاه اللي يديك معلومات عن بنتك؟ ايوه انا عندي معلومات. معلومات عن سوسن بنتي؟ انت شفتيها؟ هي فين؟ انا شفتها وعرفتها من الصوره. لا عند ناس معرفهمش. انا ما رضيتش ابلغ البوليس وقلت لما اضمن مكافئتي الاول. طبعا طبعا بس عند مين؟ ما تعرفيش؟ عارفه العنوان بس؟ لا لا كده احسن. انا حضرت لهم كل طلباتهم. احسن يعملوا حاجه في البنت. انا هستناك بعد ربع ساعه في كازينو الجبلايه. بس ما تغيبش عشان انا قاعده لوحدي. حاضر. هيجي يقابلني بعد ربع ساعه في كازينو الجبلايه. عفارم عليكي. وهتروحي له؟ اروح له؟ عيب يا معلم، ده انا من رجالتك. طب روحي انت بقى مع السلامة. حاضر. يلا يا ابو شفا. دورة نيلي. مع مين؟ معاك حاجة جاهزة؟ كله جاهز يا معلم. يعني كانوا بتوعهم؟ كانوه، والبوليس اللي مراقبه طلع وراه. حلو قوي. يلا يا اولاد شوفوا شغلكم قبل ما يوصلوا الكازينو ويكشفوا الملعوب، تكونوا خلصتوا من المسألة. كلمة لأخد عمرك. فين الأمانة؟ أمانة إيه؟ لقيت بنتك. سوسن هي فين؟ تاني خالص أرجعلك بعد ما أوصل الأمانة. فين؟ طيب؟ في الدولاب. إذا كنت باقي على بنتك أوعي تفتحي بقك ولا تتحركي من هنا. حاضر. فاهمة؟ سليمان دي حاجة تهوز. بتاعت نص مليون جنيه. عشان تعرفوا امتى؟ عملت حساب كل حاجة بالثانية، رسمها بالمسطرة. يا حلال العقد يا علي بابا. رسمتها زي الرمل، عملت عليهم كماشة وعينك ما تشوفش الا النور. كلها خطوتين ويبقى عند الصراف. Thank you.
بالليل في الجنينة كنت بدور على فوسي. الله يقطع فوسي وسنين فوسي. الدنيا برد. اطلعي قدام. بابا وماما فين يا دادا؟ في المكتب. اقدر اخش ولا الاشارة حمراء؟ خضرة سنة خضرة عقبال 100 سنة يا بنتي. اطلعي فوق الرصيف يا دادا. حاضر. الحلاوة دي كلها يا مدموزيل سوسة. يا كتكوتة يا أمورة بابا. قولي أكلك منين؟ ده بتقولي تقول لي ماما يعني؟ يا عفريتة سيبيني عليها يا سميرة. أنا لازم أكل البنت الحلوة دي. سيبك أنت يا سي بابا. أنت عايز تضحك عليا؟ ليه؟ أنا مش جبتلك كل اللي أنت عايزاه في عيد ميلادك؟ الكادلك اللي أنت جاية بيه ده مش طلبك؟ لا أنا عايزة من هنا. كل الستات اللي في الدنيا صنف واحد. حاضر يا روح بابا. حاضر. الله الله اكبر. بس يا حبيبتي ده الستات الكبار مش الصغيرين. ما انا عارفه. ربنا يخليك ليا يا روحي. ويخلي لنا بابا. خلاص يا سميره يهون عليكي تكتفي سوسن. نقيلك انت يا حلوه حاجه تانية. بلاش انا. لا والله لا يمكن. بس لو ما كنتش تحلف انا هاخد دي على قدي عقبال ما نجيب لك في فرحك يا روحي. لا يا ماما انا مش عايزه اتجوز. انا عايزه اقعد معاك يا روحي. وش شربة اللبن ولا لا يا دادا؟ انا عارفاك انت تشربي اللبن بتاعها. نامي بقى يا سوسن. طول النهار يا بنتي تعبانين علشانك. هو انا ناقصني قطط؟ تعالي يلا يا بنتي خش. ايوه وانت من اهله يا حبيبتي. Thank you.
فتح المواشي. فتح ودانك على الاخر يا وز. ايه لقيتها؟ وجدتوها يا ابن الفصيح هنيك المفتاح على بره. وجب هنعمل ايه في البت دي؟ وقت نشوف لها حته مقطوعه نلقاها فيها. وبعدين بس يا ابو شفا هنقول ايه للمعلم؟ نقول له اللي حصل. ما هو قدام عينيك اهو. ايوه لكن مش قدام عينيه هو. وما تنساش كمان يا حلو انه مستني لك غلطه زي دي. لا ناخد البت عشان تبقى الشهاده قدامه عيانا بيانا. يا سلام على مخك النور يا ابو شفا يا غويط. مار ما تتكلش يا وانت ابدا. اطلع بينا يا اسطى جابر على المقر الدايم للهيئه. الحمد لله على السلامه. معلم فين؟ تحت في المحكمه. بحاكم مين؟ عبد الله. راجع وايده فاضيه. اللي بهذا الاصول برضو ناس تصدقوها وناس تكذبوها وانا مش من رجالتك برضو. رجالتي جدعان مش نسوان ما بياكلوش طاطورة. انا مش مارق يا معلم. كده اهو والله عال يعني يا واد بتعلي حسك زي اللي يكون معاه بطاقة شخصية عشان مظلوم. بس مظلوم مش مظلوم مش كفاية راجع لي ايد ورا وايد قدام؟ بدل ما تسرق تتول وتفوت طاقيتك في الشقة زي اللي بنفوت لهم كارت الزيارة، يعني بتقول لهم أنا هو فلان، ومادام عرفوا فلان عرفوا علان، وبقيت الطقم يا خفيف. وحياتك ما حصل يا معلم. وبدوي هتبلع عليك ليه؟ جوز أمك هرمة. غصب عني يا معلم. دي أول وآخر مرة. المرة الجاية هدفنك بالحياة. خده من قدامي دلوقتي. يلا يلا. مرحبا أبو شيف. ميت مسا سبع ولا ضاف. والله يا معلم كنت ما تنسى امار في ليلتك المهببه دي. اصل يا معلم يعني ضاف. وفين وز؟ هو مع البيت. بيت مين؟ ما
ست جواهرجي صاحب الفيلا. وشغلتي المهبيبة دي؟ هو انا بعتك تسرق خشنة ولا بعتك تتاهل؟ قلمك يا معلم شحات، دي بنت مفعوصة دخلت علينا وهي بتدور على قطتها، وفتحت عينيها لقيتنا قدامها كانت هترقع بالصوت وتهيج علينا الدنيا. خرجنا بيها وطيران على هنا. طب صلي بقى على اللي مش هيشفع فيك. لا صلي انت على النبي وشوفها والميه تكدب الغطار. يا وزة تعيش وتخلف يا سوزة. حياتك يا معلمي. باين عليها بنت عز صحيح. بقى تنكر تمشي حوطها زيكم. يوضع سر في اضعف خلقه يا معلمي. الاكاد انا لامم حواليا كل نطع ونطع يدور ساقية. فتح لكم مخزن زي المدرسة. بعلب فيكم زي البهايم. بقريكم ولا الحيوانات. برسم لكم كل خطوة في أيها مشوار ولا حياة لمن تنادي. ولما بقف منكم يطب بصرف على اللي جاب أبوه. وآخر المتامة تضيعون الليلة بطيس ده نشرب من دمكم. مسامح كريمة معلم. مش فكرنا هتغف. وانت يا شبر نكد روح شرب انت الأكابر دي اللي انت سارح لي بيها في أيها الشارع. ياك حد يرجعها لأهلها. مش هرجعها انا يا معلم واخد الحلوان من ابوها. حلوان ايه يا شبر نكد؟ مش معقول ابوها يدفع اقل من ورقه بخمسه جنيه مطبقه. حلاوه رجوعها بالسلامه. طب استنى لما اسيبها لك. قرب عليها خد البت نايم فجوع يا بدو. حاضر يا معلم. حد شافكم وانتوا داخلين ولا خارجين؟ ابدا. ولا جوه البيت؟ ولا جوه البيت. ولا جوه البيت. يبقى توبه يا رجاله. خلاص احنا بقينا اغنياء وهنعيش زي بقيه الناس الاشراف. انت تمنت البت بخمسه جنيه مش كده؟ اه. لكن ابوها تمنها بكام؟ قال له بمليون جنيه. يا سلام على تلافيف مخك المعمرة يا معلم. أمال يا واد نكلفها شيء الفلاني. أيوة يا معلم صحيح البت ديتها كبيرة لكن لو وقعنا يا حلو هتبقى ديتنا احنا أكبر مؤبد. ومين قال لك إننا هننكشف؟ ده احنا هنخفش بيها الأرض لغاية ما نقبض. حتى لو وقعنا هنبقى برضه ناس أشراف زي ما بيقول المعلم. هنقول لهم فتشونا هي فين البنت دي. موديها فين؟ عند عزت يا ريس الإسماعيلية. بيننا وبينها سفر. عند عزت وخيرية برضو فكرة. بدوي بدوي. ايوه يا معلم. جهز اللوري من مجاميعه بنزين وزيت وصناديق فاضية. حاضر يا معلم. ده حلفتها يا اخويا عشان تشوف خيرية؟ من زي ما حسيتكش. ليه؟ هو انا كنت برايد عليها زيك؟ طب اقفل اقفل. قفلنا. ما كفاية عن نفر منك نشوفها بعين. فهي عندك شوفها. بطلوا راخي بقى والتفتوا شغلكم. نقطة مرور جاية. جاهزين يا معلم جاهزين.
انا ما تسمعش صوت صريخ ابن يومين وانت الصادق صريخ ابن ست سنين. مفيش حد يا معلم، لازم في الخماره مع وليفه. يلا بينا على وليف. يلا بينا. تيجي على البحر. ابعد عن الشر وغني لي. وانت صادقه ورقصيل. انتوا اتجوزتوا ولا لسه؟ ما دام ورانا الشكل دايما هيروق لي امتى؟ وهو فين؟ عايش. كده الورق وتبقى فارط يا حيل. ايه ده يا مفتح؟ يا كوتشينه كلها عيال؟ دي خمس فات تقوش بيه. يا رياض انت هتلبخ معايا ولا ايه؟ لا انا مش كروديا، انا ما اتاكلش اوانطه. طب شيل ايدك بالك سارها. تسرق مين؟ ده فلوسي يا عده. فلوسك لكن مش هتاخدها. ايه رايك؟ لا انت ولا الجن الاحمر كمان. Thank you.
مش كفايه عليك تسرقه؟ صوتك ما يطلعش. لكن احنا ما اتفقناش على كده. انا جبته لك عشان تلعبه بس. انت الاكل الدم. خلصت خلاص. لا ما خلصناش. انا مانيش قاعده معاك بعد كده. ما تقلقي الخيريه ولا يهمك، دي اسطوانه بسمعها كل يوم. وكان لازمته ايه بس؟ ما هو طلامد. انت دايما خلقك في مناخيرك ودمك فاير على طول. اه انا كده يا معلم، ما بستحملش نفسي، استحمل غيري. طب روق وخد ولعني. انا عايزك تروق كده وتسيبك من الشغل البايظ ده. لك شغلانه تستاهل عرقك صحيح، مش الورق ب30 والواد ب10. دور اللور يا واد وهاته تحت الشباك، اشحنوا الرمه دي فيه وتوها في اي حته. لكن ايه ده يا معلم؟ اسكت الكلام وشاهد اوامر بالهمه. ده مات يا معلم. اقبل وكده هنعمل له ايه؟ وعمل ايه ده؟ اطلامي. لا عندك حق. طب افتح الشباك. احسب ابو شفه بس حاسب عليه اللي اتعور. صحة الغالية. وزنها قد ايه دي؟ قطقوطة بتاعت 6 7 سنين. وجايبينها لي علشان ايه؟ ارضعها. انت دلوقتي زي مخزنج السلخانة، البضاعة اللي مدفوع ثمنها تخرج. واللي ما يندفعش ثمنها تخلص منها، ترميها للكلاب، لا تعفن وريحتها تفوح، وساعتها تجيب لك امراض وسجن وبلاوي. وديتها قد ايه دي؟ 1000 جنيه. هتاخد لك انت منهم 100 والباقي مصاريف واتعاب العمليه. يفتح الله يا ريس شحات، العمليه ما تستاهلش عراها. رجعها رجعها. ازاي الكلام ده؟ انت عايز تفهمني انه بنت الذهب والصيغه والالماس ديتها 1000 جنيه؟ طب حيلني عشان اكلها، علشان اشربها. امال نطالبه بكام؟ اعمل لك ميزانيه. انا شخصيا لازمني 3000. شوف انت والكوبانيه الزامكم كام. ده على كده الراجل حيلمنا البنكنوت اللي في البلد كله. لا حده، انت تبعد عن البنكنوت وما تجيبش سيرته. لا يشيلوا النمر من على البنكنوت وينمروا لك بيهم الفانيلا في السجن. انت الطالب بذهب يتسيح والصيغه يصرفها لك العبد لله زي ما صرف لك الحتت الفرضاني قبل كده. يعني استبينا. استناني، احنا لسه في اول السكه واللي اوله شر. اخ نور قلت السلام عليكم. وعليكم السلام. هو هيرجع امتى؟ معرفش. هو مش حضرتك الست بتاعته؟ ايوه. طيب عال بقى، معاكي فلوس تدفعي له الغرامه؟ ايوه. كام؟ 25 قرش. متشكرين. استني بس، مش لازم تاخدي ايصال؟ ماليش لزوم، وحد يخون الحكومه. لا يا ستي، الحكومه بتقول لازم اكتب لك ايصال. يا عسكري يا عسكري، خرجنا البيت لحظه، الحراميه واقفين بره. عيب يا حبيبتي. حراميه؟ حراميه ايه يا ستي؟ الحراميه اللي عايزين يمسكونا ومش قادرين نخرج منهم. ليه؟ هو انت عايزه تروحي فين؟ بيتنا. اصلا هي ايه الحكايه؟ اصلها بنت اخو عزت، اخواتها عيانين وخايفين عليها تتعزي، نقلنا وهي نايمه، قلنا لها الحرميه واقفين بره عشان ما تخرجش، وزي ما انت شايف مفيش بقى غير روح والحرميه. كده؟ طب اتفضلي يا ستي، الوصله اهو. متشكرين. تعالي وانا هودي الورق ده وامسك الحراميه واجاخدك على طول، عشان بابا يقول عليكي بنت كويسه وتسمعي الكلام. طب اوعى تغيب على طول مسافه السكه يا حبيبتي. سعيده يا ستي.
تعالي حتى عشان تشتري من كلاب. لا انا استنى لغاية من العسكري. اسمع الكلام، خلي نهارك يعدي على خير. بالراحة. راحة ايه؟ دي من شوية كانت هتوديني في الحديد. مش مهم، هي بس عايزة. ياه خديها وخشي جوه دلوقتي. انت مش عايزه تقعدي معانا ليه يا ساسه؟ لا انا عايزه اروح عند ماما. طب بكره الصبح اول ما تيجي العربيه هروحك على طول. لا انا عايزه اروح دلوقتي. انت صعبانه عليا قوي يا ساسه، لكن ما فيش حاجه اقدر اعملها. انا كان هيبقى لي بنت اموره زيك، بس ما اتولدتش. كان املي فيها، كنت هربيها زيك واشيلها في رموش عيني. كنت هحبها وهي كمان كانت هتحبني، مش كده؟ تعيطي ليه؟ خدي حاجة تشربي اللبن ده عشان خاطري. يا ترى ده انا شربت بوسي اللبن بتاعها ولا لا؟ بوسي مين؟ بوسي القطة بتاعتي، أصل ازاي تملي جسمها باللبن بتاعها وتسيبها جعانة؟ وحشتك القطة يا سوسو؟ زمانها بتدور عليا في كل حتة. دم عتاب صحت ولا اقول لك تصحت التلاته قال والتلاته نور والتلاته سواقين وصحت انا المعلم الجليل اللي قد الدنيا صاحب الفورد والسكودا والانترناش. ناش لها باخت وناش ملهاش. لو ابوكي ما دفعش الفلوس يبقى الرسم كله ضاع. يبقى علي وعلى اعدائي يا رب. بيت انت بحيلي كده ليه؟ عايز اشرب. يا سلام، بس كده؟ ده حتى هنا مفيش اكتر من الشرب. كونياك علشان تعدلي مخ. لا مش عايز اشرب من ده، عايز اشرب ميه. عايز اسك. اتفضلي. ايه ده؟ مش عايز اشرب من دي، دي مطرح بق. بقي ده انت لمده قوي. اتفضلي. عايزه كوبايه. لا يا شيخه، وانت فاكراني ايه؟ مالكش دعوه بابا، قليل الادب. قليل الادب يا اخي، ان شاء الله على اهلك تشربه. يا ماما بص اسكتي كلبي ده بتحرنا. مالها؟ عملت لها ايه؟ دي عايزه تربيني شويه شويه، عاوزاني اتوضى واصلي. ما تخافيش حبيبتي ما تخافيش. بص انا جبت لك ايه؟ شوفي. تعالي نخش جوه. لا ده بال. يا بنت الجواهرجي.
والله انا سايباها نايمه على السلم. اسمعي الشغل ده انا فاهمه كويس، هتقطعي ولا تفينك انا؟ والله ما شفتها، انا لسه صاحي يا استاذ. داي 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 عند حضرتك بعد 10 دقايق. شوكت في ايه؟ مين ده؟ ده مفتش المباحث، انا هروح اقابله. كان عاوز ايه؟ ما اعرفش. سميرة خليك انت جنب التليفون، ما تتنقليش. ها انا هروح اشوف الحكايه. شوكت استنى، اوعى يوقعوك. اوعى يا شوكت، انت ما تعرفش حاجه، ما فيش حاجه حصلت. تعرف لو عرفوا اي حاجه احنا مش هنشوف بنتنا ابدا. اوعى تغيب. حاضر. شوكة سليم. اتفضل يا استاذ شوكة. دقيقة واحدة أكون معاك. في حاجة؟ يا سيد شوكت، للأسف الشديد البحث اللي عملناه لغاية دلوقتي ما جابش أي نتيجة. إحنا افترضنا كل الافتراضات، بحثنا في كل مكان حتى المستشفيات والإسعاف، الهلال الأحمر وما أشبه، مفيش أصل، مفيش أي تفسير لاختفاء بنتك، وبالتالي مفيش غير احتمال واحد بس يا سيد شوكت. احتمال واحد؟ إيه هو؟ بنتك اتخطفت. اتخطفت؟ مين قال لك؟ يعني اتخطفت فعلا؟ لا ابدا ما حصلش. تعرفك ان ما حصلش؟ لاني ابوها ولازم اعرف. سيد شوكت، حد اتصل بيك وطلب منك فلوس؟ لا ما حصلش. حد هددك بقتل بنتك اذا بلغت البوليس؟ ما فيش حاجه من دي حصلت ابدا. اكذب عليك ليه؟ تبقى بنتي في خطر واكذب عليك؟ معقول ده؟ سيادتك لازم تصدقني. ولازم ليه؟ لانه ما حصلش. ما حصلش. شوف يا سيد شوكت، احنا هنساعدك بكل قوتنا، بنتك هترجع لك سليمه ان شاء الله، بس لازم تقول لي، احكي لي على كل حاجه. سيادتك مش عايز تصدقني، البنت اختفت وجيت بلغتكم، هكدب عليكم ليه بعد كده؟ بالطريقه دي بتجني على روحك وعلى بنتك كمان، وللاسف بتجني على ابهات وامهات تانيين
ممكن يحصل لهم نفس اللي حصل لك ويستسلموا للمجرمين، وتكون النتيجة انهم يتمادوا في اجرامهم، واحنا عاجزين عن وقف طيارهم. علشان ايه؟ عشان مش عايزين تفهمونا، مش عايزين تساعدونا. ودلوقتي اقدر استاذن؟ على راحتك، بس ما تنساش احنا موجودين هنا 24 ساعة في اليوم علشان نخدمك. مع السلامة يا استاذ شوقي. روحيني بقى.